فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أحمد خليل، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. استاد خليفة الدولي هنا في العاصمة القطرية دوحة يشهد مباراة الترضية الخامس والسادس في إطار كأس العالم للأندية نسخة رقم 16 لعام 2019. السد القطري بطل الدوري القطري للمرة الرابعة عشر في الموسم الماضي، واللي حقق فوز على هيلينجن من نيو كاليدونيا في أول لقاء 3-1 ممثل قارة أوكيانوسيا، وخسر أمام مونتري المكسيك 2-3، يلتقي مع نادي الترجي الرياضي التونسي اللي خسر في لقاء ربع النهائي أمام الهلال السعودي بهدف لجوميز. وأمامنا هنا السد، مركز ثالث كان في عام 2011 بعدما تفوق على كاشيوا ريسول في ذلك الوقت بركلات ترجيح، ونادي الترجي مشاركة ثالثة سادس في عام 2011 خسر أمام مونتري المكسيكي، وكان في المركز الخامس في نسخة 2018 عندما تفوق على جواد الأخارة ب1-1 ثم ركلات ترجيح طبعا في مباراة خامس. مباراة اليوم ستشهد في حالة التعادل على طول ركلات ترجيح من علامة الجزاء. إذن المواجهة رقم 6 عربيا في تاريخ بطولات كأس العالم. الجزاء مباشرة عكس نظام البطولة، تحرك أمامنا هنا من جانب اللاعب وطارة اللي كان في نادي البنزرتي ولاعب استاد أبيجان لاعب الإبواري، الأسماء اللي بتشارك النهار خطيرة عن طريق الليبي حمدو الهوني. حمدو الهوني خطير، حمدو يرفع عينه، حمدو ممكن هدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، كرة هدف، كرة هدف أمامنا هو في هذه اللقطة، أول فرصة، أول كرة، أدي وطارة وأدي الكرة اللي اتلعبت على طول الكريم، وأول ركنية في اللقاء لصالح نادي الترجي. أمامنا إيه فرصة تهديف، وأدي رأسية حمد الهوني، أنيس البدري لعيب أنيس يلعب كرة بالعرض، ضغط بالترجي في هذا الوقت، أمامنا حمد الهوني اللي يا ولد يا ولد يا ولد، هدف حلو قوي، هدف حلو حلو، حمد الهوني حمد الهوني أمامنا هو يسجل الليبي بعد مرور 6 دقائق يفتتح التسجيل. هنا ضغط مبكر، كان هدف محقق، شاله وأنقذه من محمد علي بن رمضان اللاعب عبد الكريم حسن، المرة دي يتوغل هنا حمد الهوني في غياب الرقابة الدفاعية بعد ما عمل دوس للسد من الفرقة الممتعة، يلعب كرة حلوة يا ولد يا ولد يا كرة من بغداد أمامنا هنا هو في هذه اللقطة في الدقيقة 13 من اللقاء، لكن ملعوبة حلوة قوي، كرة بغداد بتيجي فوق العرض، فوق العرض النهاردة المهمة صعبة، وهدف قادم، هدف قادم، يسجل يسجل أنيس البدري، أخطاء دفاعية قاتلة حمدو الهوني في اللقطة الماضية، ويسجل أنيس البدري، بدري بدري يا بدري بدري يا أنيس. أمامنا هنا حمدو الهوني عاملها بمنتهى التعاون بمنتهى التفاعل في اللقطة الماضية، وعلى طول يسجل أمامنا أنيس البدري هذا الهدف، هو وأسماء كثيرة، ودي أمامنا انطلاقة ومحاولة خطيرة لمسة الركات، وادي الكرة معلومة حلوة قوي من إلياس الشتي للجزاء في اللقطة الماضية، ادي أمامنا الكرة الخطيرة وترتطم في عبد الكريم، وأيضا دوبار وحكم اللقاء أمامنا هو يشير للفار في هذه الكرة وهذه اللقطة الملعب، ويشير لركل الجزاء لصالح نادي الترجي، ركل الجزاء للترجي قطر، والحارس الأساسي نادي السد وادي أنيس البدري الثالث الثالث الثالث. أمامنا هنا 25 دقيقة متقدم فيها الترجي ب3 أهداف نظيفة حتى الآن على السد في هذا اللقاء على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية. نجاح مرتين راح المرمى، عدى أكرم وركل الجزاء، ركل الجزاء ريف ياخد ركل الجزاء مهاري سريع، عادي ركلة الجزاء لا تحتاج لفار ولا تحتاج لإعادة ولا زيادة، التسديد القوي في منتصف المرمى لا حطها في زاوية، وهدف هنا النادي السد عشان تبقى النتيجة بعد مرور 32 دقيقة 3 الترجي 1 السد القطري، وتشافي هرنانديز يعني أخيرا يعني في اللقطة الماضية، لكن بص فيه في الإجابي شيل الكرة ملعوبة حلوة يا ولد يا ولد يا لعيب، كرة حلوة قوي، نادي السد هو بيدخل في أجواء اللقاء، كرة خطيرة من كوامي وفرصة وأخطاء دفاعية وفرصة لا تضيع، خطأ دفاعي كبير كبير في اللقطة الماضية، تتلعب الكرة أمامنا هو من اللاعب خليل شمام وهو مسدد في المرمى ولم يجد نادي السد عزي والمويلهي وتراوي وتسديدة
ولد يا ولد على التسديد، وما زالت الثغره موجوده حمد الهوني يا ولد يا لعيب، عدى حلو قوي، حلوه حلوه. مش ممكن مش ممكن الاخطاء الليبي، حمد الهوني يسجل الهدف الرابع في هذه المباراه. اخطاء كبيره جدا، اخطاء كبيره جدا دفاعيا من نادي السد. حمد الهوني الكره الاولانيه اتعملت بالعرض ورجعت حلوه قوي بينيه اكرم عفيف، لكن الضغط والرقابه بدران، بدران وحكم اللقاء. الجزاء على بدران، ركل الجزاء على المدافع الجزائري. امامنا هنا مقداد بنجاح اللي بيملك حتى الان 3 اهداف. بص امامنا الاعاده يصل للكره، لكن شوف بقى قدمه، شوف قدمه امامنا هنا. أوه. النتيجه ادي حسن الهيدوس جول، حسن الهيدوس جول، جول حلوه حلوه حاططها حلوه قوي. ركله الجزاء نتفق نختلف، لكن ركله الجزاء في بغداد. بغداد عدى يا ولد، بغداد 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 بنجاح الشوط الاول عمل كورتين في منتهى الروعه. ادي امامنا الانطلاقه والاختراق في اللقطه الماضيه، وكذلك ايضا في ملعب النجم. ادي انطلاقه هنا ممكن في وضعيه تسلل، يعني الكره اللي اتمررت انطلاقه بغداد، لك مساحه يبحث امامنا على المسانده شيتي، شيتي مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هاتريك، هاتريك في المباراه هنا حمد الهوني، حمد الهوني كره وخطا دفاعي وخطا من الحارس مشعل برشم، والهدف هنا ياتي حمد الهوني الهدف الخامس في اللقاء اللي بيسجل في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 74. هاتريك، هاتريك في هذه اللقطه في هذه اللحظه لحمد الهوني اللي بالبديل كان هيشترك في حفله الاهداف. وادي امامنا، ولكن معموله جامده قوي، اتعملت جامده وهو رايح انها تتعمل على الارض، واللي سجل من الكره اللي اتعملت من الياس. وادي امامنا الدربالي يسجل، يسجل كابوس، كابوس كابوس النهارده، كابوس في مباراه اليوم، وهدف سامح الدربالي امامنا هو يدخل في مهرجان الاهداف، وتصبح النتيجه 6-2 نادي السد القطري امامنا هنا. مباراه كابوس طبعا صعبه المباراه قوي على يعني سوء حظ المشعل برشم في غياب سعد الشيب. بص الكوره ملعوبه امامنا هنا في ظهر طارق بغداد بنجاح كان في الشوط الاول، وان يحقق نتيجه وفوز عريض على السد القطري ب6 اهداف مقابل هدفين، وبالمناسبه للمره الثانيه بعد ما حققوه في النسخه الماضيه.